بجيب الطاسه بتاعتي، بعد كده بنزل عليها بشويه زيت، زيت زيتون او اي زيت عندكم، وتحطوه بالشكل ده كده. بعد كده اسيبه يسخن شويه. بعد كده نزلت عليها بنص بصلايه او بصلايه على حسب الكميه اللي هتعملوها قد ايه، مقطعها بالشكل ده يعني اي حاجه بالشكل زي كده مثلا. بعد كده حسب يعني غير لون شويه. بعد كده هفرمها. بعد كده هنزل عليها بشويه ملح عشان الملح بيسخن البصله بتستوي بسرعه. في الوقت ده بقى انا طبعا بحضر هنا سبت الميه يعني وكده انها تغلي، وبعد كده هحط فيها شويه ملح وهنزل عليها بالمكرونه. في الوقت ده اللي بتشوفوا فيه مع البصلة يعني ابتدت تتبل وكده، تنزل عليها بتومية او نص تومية وكده، وده في نفس الطاسة اللي انا عملت فيها البصل بالثوم بحط فيها مشروم مقطع قطع صغيرة بالشكل ده، بسيبه يتحمر شوية وهنزل عليه بمية سخنة. بعد كده انا هنا بحط البصل اللي استويته اللي انت شفته معانا، بنزل عليه بيه شويه عليه بشويه بقدونس، وبعد كده دلوقتي هفرمه مع بعض. لما لقيت طبعا ما غليت معايا وكده حطيت عليها نص الملح، وبعد كده نزلت عليها بالمكرونه زي ما انتم شايفين كده. كده هنزل على المشروم بالميه المسلوقه بتاعت المكرونه بالشكل ده كده عشان طبعا ايه المشروم يستوي معايا. بعد كده اول ما المشروم يجي يستوي معايا هاخد منه كميه بسيطه وهفرمها مع البصل والحاجات التانيه اللي احنا عملناها مع بعض. كده عندي هنا قطع كده زي لانشون هنا موجود عندنا متقطع قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، تقدروا تحطوها قبل ما تحطوا المية على المشروم او تقدروا تحطوها قبليها او بعدها زي ما بتحبوا يعني بالشكل ده كده، وسيبوا الحاجات تستوي مع بعض. في الوقت ده هننزل عليها بالبهارات اللي انتوا حابينها وكمان شوية ملح. تقدروا كمان تشوفوا الطريقة كنت عاملاها وسايباها، هحسب لكم اللينك في اول كومنت. وهنزل كمان بنقطة ملح بالشكل ده وهنزل عليها كمان. بعد كده هنزل عليه بشوية مشروم بعد طبعا ما استووا كده بالصلصة بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وفي الاخر هضربهم كلهم مع بعض عشان يدي طعم جميل. بعد كده هنحطهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، شايفين المشروم بالصلصه بتدي الصراحه طعم جميل جدا، جربوها مش هتندموا. بعد كده هنزل بالصلصه اللي انا عملتها على المشروم ده. بعد كده انا هنا صفيت المكرونه زي ما انتوا شايفين وهنزل عليها كل الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عليها بشوية جبنة مبشورة طبعا لو حابين، وهقلبه كله مع بعض. طبعا دلوقتي يا جماعة هو معانا جهاز شايفين عامل ازاي، صراحة يا جماعة تحفة لازم تجربوه.